الو، مرة تانية اهلا بيكم في فيديو جديد ومفيد في قناتي. فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض اللوك الخفيف ده ميك اب كده في 5 دقايق قبل نزول الجامعة، قبل نزول الشغل، في اي وقت نظرا لانه خفيف جدا تقدري تنزلي بيه الصبح عادي جدا، وكمان بالليل لو انت من الناس اللي ما بتحبش الميك اب الاوفر والحاجات اللي يا دوبك تظبط عيوب البشرة وتبينك احلى وفريش وشكلك الطف. عايز اقول لكم ان احنا مستخدمين في اللوك ده كلها حاجات رخيصة، حاجات كلها اقل من 50 جنيه تقريبا، فكملي الفيديو للاخر عشان اكيد اكيد هيكون مناسب بالنسبة لك. عايز اقول لكم خبر حلو، وهو ان انا بدأت اشتغل على انستجرام وبدأت انزل تفاصيل كل يوم وحاجات حلوة، وبدأنا نتكلم اكتر وفي مسجات بيني وبينكم دايركت، فاللي عايز يكون معايا مباشرة يقدر يبعت لي مسجز وارد عليها على طول، وكمان يتابع حياتي او اللي فولو على الانستجرام هسيب لكم لينك الانستجرام في صندوق الوصف وفي اول كومنت مسبب. دوس طبعا لايك للفيديو ده عشان ده اهم حاجة في الدنيا. من غير كلام كتير يلا بينا نخش على الفيديو على طول. اتعودنا دايما نبدا بالترتيب، وهستخدم النهارده المرطب ده من سيت ايفز. انا مؤخرا هتلاقوني بستخدمه تقريبا في كل الفيديوهات لان انا بحس ان بشرتي دلوقتي حساسه قوي، فده اكتر حاجه لا بتطلع حبوب ولا بتاذي البشره باي شكل من الاشكال، فانا حباه قوي ومستمره عليه الفتره دي. اهم خطوه بعد كده وهي البيز بتاعي. انا مش هستخدم طبعا فاونديشن، وده ميك اب سريع يومي وانتي نازله، فانا ارشح لك الكونسيلر ده من شي جلام. الكونسيلر ده يا بنات درجته كوكونات فليكس، الدرجه دي حلوه جدا جدا للدرجات اليوميه. لو بشرتك زيي افتح مني سنه صغيره اجمق مني سنه صغيره، الكونسيلر بالدرجه دي هيكون ممتاز جدا بالنسبه لك، تقطيته حلوه جدا جدا وكمان في الاخر بتدي فينش رائع. زي ما انتوا شايفين يا بنات الدرجه دي قد ايه طبيعيه، لا فتحت ولا غمقت البشره، خليت البشره زي ما هي بالظبط. لو هتعملوا ميك اب يومي لازم تراعوا الدرجات وتخلوها نفس درجه بشرتكم بالظبط. انا كل اللي عملته ان انا داريت اي مكان فيه غمقان او عيوب في البشره، تحت العين، حوالين البق، اي مكان عندك فيه غمقان حطيه، ما عندكيش ما تحطيش. بعد كده هستخدم الكونتور ستيك ده من برده شي جلام، هستخدم منه الدرجه الغامقه وهبدا اعمل بيها زي برونزر خفيف كده للبشره. الخطوة دي طبعا يا بنات عشان انا بحب اعمل شوية عمق شوية في الوش، ما بحبش الوش كله يكون لون واحد كده ويحسسك ان هو ما فيهوش ابعاد. لو مش حابين الحركة دي ما تعملوهاش خالص. بعد كده يا بنات هاجي من باليت البلاشر دي بتاعت ام ان، الباليت دي درجتها اي، هاخد منها اللون البني ده وهبدأ احطه فوق العين على كامل العين وادمج كويس. الماسكارا بتاعتي من ام ان هبدأ احط منها اول طبقة. دلوقتي يا بنات على ما اول طبقة تنشف هاخد نفس الباليت اللي انا استخدمتها في العيون وهاخد منها اللون البينك ده وهبدأ احطه على الخدود. دلوقتي يا بنات هعمل الحواجب بمسكرة الحواجب دي من ميني ستار، تقدروا تستخدموا اي مسكرة حواجب بتكون اخف حاجة ممكن تعملي بيها حواجبك كل يوم. هنا يا بنات المسكرة نشفت، هبدأ احط منها ثاني طبقة. انتوا لو حابين تخلوا المسكرة خفيفة بتثبتوا على اول طبقة بس. طبعا يا بنات لو طلع اي طبعه من الماسكارا على الجفون زي ما احنا عملنا كده سيبوها للاخر خالص تنشف وهوريكوا ازاي بنشيلها. دلوقتي يا بنات هبدا في الشفايف، هستخدم محدد الشفايف ده من ام ان. يا بنات
هستخدم الروج ده من مية سينما. الروج ده درجته 201. دلوقتي يا بنات هحط طبقه ثالثه من الماسكارا وارجع لكم تاني. انا حابه احط تاتش بسيط قوي من الهايلايتر، تقدروا تسكيبوا الخطوه دي لو مش حابينها. انا هحط الهايلايتر ده من اوفرا. بصي يا بنات دلوقتي الروج اللي انا حطاه ده كريمي جدا، هو مات بس كريمي، فانا عايزه اثبته اكتر، ودي حركه حلوه جدا تعملوها كل يوم. هاخد نفس باليت البلاشر دي، وطبعا اللون اللي انا حطاه لون يعتبر بينك كده هادي، هاخد اقرب درجه ليه اللي هي الدرجه البينك دي، وهبدا بالراحه اخد منها الباودر كده وافرد شفايفي وابدا احط فوق الليبستيك. تفضلوا تعملوا الحركه دي لحد ما خلاص تحسوا ان شفايفكم نفسها بقت ناشفه، لما تحطي صباعك كده ما بيلزقش. انا خلاص خلصت الميك اب يعتبر، بس ازاي بقى هنشيل الزوايد اللي فوق الماسكارا دي؟ هاخد الكيو تابس دي، العيدان القطني دي، وهبدا بالراحه. لازم يكون الماسكارا نشفت تماما. هبص لتحت في اي مرايه كده وهبدا اشيل الزوايد دي. وبس كده يا بنات، كده نكون النهارده خلصنا الميك اب السريع ده. طبعا زي ما بنقول دايما تقدري تشيلي او تحطي الحاجات اللي تناسبك. وكمان حابه اقول لكم ان مش ملزمه ان انت تستخدمي نفس الحاجات اللي في الفيديو، استخدمي اي حاجه. انا بديكي افكار، بديكي اشكال الحاجات اللي ممكن تستخدميها. وطبعا النهارده كل المنتجات اللي احنا مستخدمها تقريبا اقل من 50 جنيه كمان، فهيبقى مناسب جدا لاغلب البنات. لو عجبك اللوك ده ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي كمان كومنت تحت في التعليقات، ولو ما اشتركتيش اوعي تنسي تشتركي في القناه. لو حبينا نكون مع بعض اكتر وكمان تقدروا كلموني دايركت في مسجات وارد عليكم، تقدروا تتابعوني على الانستجرام، هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي في صندوق الوصف وفي اول كومنت مثبت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومفيد، مع السلامه.